الرابع عشر من شباط فبراير 2005 اختير رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى جانب 21 شخصا آخر في انفجار ضخم. إنها قضية لا يزال يكتنفها الغموض علما أن أغلب المتهمين فيها ينتمون إلى تنظيم حزب الله. لم يكن الحريري الهدف الوحيد من الجريمة السياسية حينها والتي طالت بعده سياسيين ونشطاء وصحفيين جلهم من دعاة إنهاء الوصاية السورية في لبنان. والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي زميل الصحفي في i24 نيوز عمر ربيع. عمر، هذه القضية لا تزال إلى اليوم فيها الكثير من علامات الاستفهام رغم مضي كل هذه السنين عليها، ليس كذلك؟ بالطبع، وهذه الجريمة السياسية هي جريمة داخلية تخص لبنان، ولكنها أثرت على مجمل الأحداث يعني الإقليمية في الشرق الأوسط وأيضا في العالم بشار. وأكبر دليل على ذلك أن محكمة الجنايات الدولية هي من تشرف على التحقيق في هذه القضية وليس الأمن اللبناني الداخلي، يعني وهذه من الاستثناءات التي يعني كانت تحكم الساحة الدولية، وهي أن المحكمة الجنايات الدولية تحقق في جريمة يعني محلية يعني وقعت في بلد معين. ولكن ما نتعلمه من يعني اغتيال الحريري هو أن لبنان يعني أو اغتيال يعني رفيق الحريري شكل نقطة ومنعطف كبير في تاريخ لبنان الحديث من جهة، ومن جهة أخرى على الهيمنة السورية في الساحة الدولية التي يعني شكلت اغتيال الحريري بداية ل يعني تراجع نفوذ سوريا. سوريا كانت دولة كبيرة، دولة متهمة بأن لها يد في هذه بالطبع الجميع. وسوريا كانت يعني دولة لها حضور قوي في الإقليم، ولكنه بعد اغتيال الحريري وبعد انسحابها من لبنان فإن دورها الإقليمي تقلص إلى دورة إلى دولة صغيرة. ونحن اليوم نرى ما يجري في سوريا، الأزمة السورية التي أنهت بشكل تام وكامل على الدور السوري الذي تلعبه سوريا، الدور المحوري لها. ولكن أريد أن أتطرق أيضا بجملة أن لبنان لا يحيي فقط اغتيال الحريري في هذا الأسبوع، بل أيضا يحيي ذكرى اغتيال لبناني آخر وهو عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق من قبل يعني المساعد الإسرائيلي. هناك الموساد يعني لم يتبنى هذه العملية، ولكن بصماته بالطبع يعني موجودة جليا على هذا الاغتيال. وبالنسبة للحريري فإن المعسكرات السياسية اليوم في لبنان باتت تسمى وتؤرخ باغتياله. نحن نتحدث عن معسكر الثامن من أذار وهو معسكر يقوده حزب الله وحركة أمل والعديد من القوى اللبنانية الموالية للسوريين، ومن جهة أخرى الرابع عشر من أذار وهو القوى التي يقف على رأسها تيار المستقبل الذي يدعمه ابنه سعد الحريري، وباقي الكتل والأحزاب والقوى اللبنانية المناوئة والمناهضة. وعزز هذه فتحت حقبة تعزز فيها القطبين في لبنان إن صح التعبير. بالطبع، وهذا بعد يعني سنوات كبيرة من الهيمنة السورية داخل لبنان. يعني سوريا كانت تريد لبنان أن يكون دولة خاضعة للإرادة السورية وحكمته منذ المخابرات السورية حكمت لبنان يعني من بداية الحرب الأهلية 1976 حتى يعني ثورة الأرز ومن يسميها اللبنانيون يعني الاستقلال الثاني، وهو أن الاستقلال الأول كان عن فرنسا والاستقلال الثاني هو عن سوريا التي كانت تتحكم باللبنانيين. ولهذا السبب فإن لبنان الذي يعني فقد مار ليبانون، كانوا يقولونه مستر ليبانون، وهو لأن يعني هذا رجل الأعمال رفيق الحريري هو الذي أعاد إعمار بيروت بعد الحرب الطاحنة التي دمرت هذه المدينة التي كانت ذات يوم باريس الشرق وأعادها كما كانت. وبعد ذلك فإنه قضى باغتيال من قبل يعني طبعا مسلحين الذين هم يعني يقال أنهم تابعون لحزب الله، ويعني وجهوا من قبل المخابرات السورية التي كان رفيق الحريري أبرز الوجوه المناوئة لها. السؤال الأهم الآن عمر، القضية أين وصلت؟ لأنه آخر الأخبار تقول أنها دخلت مرحلتها النهائية، ما التفاصيل النهائية حتى هذه اللحظة من الجنايات الدولية؟ هناك العديد من الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة الدولية في هذا الصدد، وكان آخرها يعني اتهام أشخاص لبنانيين
يعني المحاكمات يعني ما زالت تجري على قدم وساق، ومع كل يعني الاستنكارات والإدانات التي نسمعها من جانب النظام السوري وأشخاص من لبنان يعني مناوئين للحريري وموالين للنظام السوري، فإن محكمة الجنايات الدولية ماضية في تحقيقاتها، ولكن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه هذه المحكمة باستخلاص العبر وإغلاق الملف، هذا الملف الذي مضى عليه أكثر من 15 سنة، هو ما زال الجرح مفتوحا وما زال لبنان يعيش على وقع آثار وانعكاسات وتداعيات هذا الاغتيال. يعني لبنان بلد هو مر بالعديد من الاغتيالات، مر بالعديد من الحروب، مر بالعديد من النزاعات، ولكن هذا الاغتيال هو أبرز اغتيال حصل في لبنان في العصر الحديث. نعم، زميلي الصحفي في I24 News عمر ربيع، شكرا جزيلا لك.